بأحد الأيام وباجتماع مهم بالشجرة العملاقة بوسط الغابة، بيجتمع مجموعة من الحيوانات. في عنا سلحفات مثل جيجي، كوكسينيل أو داسوكا، إسكارجو أو حلزون، عم بيحاولوا جميعاً إنه يساعدوا الدودة الودودة. كانت الدودة الودودة عم تبكي كتير وما حدا بيعرف شو السبب. قربت النملة الحشورة وصارت تسأل شو في؟ بس الحلزون برد عليها وبيقلها هيدا اجتماع خاصة حشورة. بترد عليهم بس أنا بدي ساعدكن. وهون الدودة الودودة بتقول أنا كتير مقهورة وما بتصور إنه حدا في ساعدني للصراحة. أنا عبالي يكون حدا تاني، عبالي يكون أقدر أعمل إشياء تاني بحياتي وأنا ما بقدر أعمل شي. بتبلش تبكي واع واع وتقول ما حدا بحبني وأنا ما بحب حالي. انصدمت النملة وقالت لها ولو ما أنت كتير ناعمة وما بتأذي حدا وهيدا أحلى شي فيك. ردت عليها الدعسوكة وقالت لها حاولنا نقلها بس ما عم تقبل. بقلها الحلزون بس أنا بطيء مثلك وبمشي شوي شوي وفرحان بحالي. الدودة الودودة بترد عليه وبتقول بس أنت عندك بيت كتير حلو بيحميك من الشتاء ومن العواصف ومن الحيوانات، أما أنا فما عندي شي. وهون بصوت قوي تتدخل السلحفانة بتقول مش معقول هيك دودة الودودة، كل واحد فينا بتجي أفكار مرات وبيصير يكره حاله وبيصير يفكر ويتمنى إنه ياريته هو حدا تاني. تندهش الدودة الودودة وبتقول أنت كمان بتجيك هيك أفكار يا سلحفات؟ معقول؟ السلحفات بترد إيه أنا كمان بس ولا مرة بترك حالي لأنه بعرف إنه كل واحد فينا عنده ميزة خاصة فيه جدا. بتتساءل الودودة مثلا بشو مميز النملة؟ بكل ثقة بترد عليها النملة أنا مميزة كتير لأنه أنا نشيطة وما بتعب، وتانيا أنا أمينة على عملي، وثالثا أنا بفكر لبعيد للأيام الصعبة وأيام البرد ومني أنانية أبدا، بخبي أكل لإلي ولأصحابي ولقريبيني وما بخلي حدا يجوع. ابتسمت دودة الودودة وقالت شو حلوة ثقتك بحالك، فرحتيني كتير، ما كنت شايفك كل هالصفات الحلوة اللي فيك، ميرسي خبرتيني ياهن، شكرا إلك. وانت يا دعسوكا؟ بترد الدعسوكا بغنج ودليل كل العالم بتحب ألواني، أحمر ونقط أسود عنواني، بطير على النباتات وبتمرح مع النسمات. كبرت ابتسامة دودة الودودة وقالت أنا رح حاول كمان قول إشي حلوة عن حالي، رح جرب. بشجعوها جميعاً وبتقول الدودة الودودة وأنا ناعمة كتير، الأذية عندي شي خطير، بحب العالم كله والمشاكل كلها رح حلها. زقفوا للأصحاب لدودة الودودة وودعوا بعضهم على أساس يلتقوا باليوم التاني. واحذروا شو صار باليوم التاني، اختفت الدودة الودودة، صاروا ينادوا للأصدقاء وين من كان وما لقيوها وزعلوا كتير وفكروا أنه هي بعد زعلانة وأنه راحت. بعد كم يوم بيجتمعوا كلهم من جديد تحت الشجرة العملاقة بوسط الغابة، هيدي المرة كرمال دودة تانية اسمها الدودة المشدودة، بنت عمّة يعني للدودة الودودة. كانت كمان عم تبكي لأنه كمان من حابة حالها وكمان عبالة تكون حيا لحدا تاني. ومين بيوصل على الاجتماع فجأة؟ حذروا مين؟ حذرتوا؟ توصل فراشة حلوة كتير وبتقول مرحبا يا أصحابي. بيتطلعوا فيها كلهم وبيقولوا لها أهلا، وبيكملوا حكي مع الدودة المشدودة لأنه ما عرفوا هيدي مين. بتقلهم الفراشة ما عرفتوني؟ أنا ودودة. بيتفاجئوا الفراشة ودودة الدودة هي أنت؟ بتقلهم نعم نعم هيدي أنا،
بعد اجتماعنا بالمرة السابقة رحت نمت، ولما وعيت لقيت حالي فراشي، وفهمت إنه لما الواحد بيحب حاله بتبين كل الأشياء الحلوة اللي فيه. ونحن كمان يا أصدقائي مثل الدودة الودودة، منحتاج إنه نعرف إنه في عنا أشياء حلوة ونوثق بحالنا لحتى تبين الأمور اللي مخبية والمواهب اللي مخبية اللي فينا. لو ما حبت حالها الدودة الودودة وما عرفت إنه هي فيها تنحب لأنه هي ناعمة وما بتأذي حداً، ما كانت بينت بعدين إنه هي فراشة حلوة كتير وبتقدر تطير.